عندما تملك براق من طراز رفيع ستصل إلى مبتغاك في أقرب وقت. باريس سان جيرمان بعدما كان متخلفا بهدف مقابل لا شيء استنشد ببراق عاصمة الأنوار، فلبى النداء دون تماطل. أشرف حكيمي بكرة صاروخية لا ترد ولا تصد ضرب تولوز على بعد 24 مترا بقذيفة لا تسمع صداها كل أسبوع، فجعل باريس تحقق أولى أهدافها. في حضرة ميسي وغياب نيمار ومبابي وثلة من النجوم العالمية التي استعصى عليها الوصول إلى شباك طلوشة، أشرف حكيمي لم يكتفي بهدف التعادل فقط، بل منح حتى تمريرة الهدف الثاني، وبعد مجهود كبير خرج من الزحمة مانحا كرة لميسي الذي أسكنها أين يسكن الشيطان وأخيه. لك أن تتخيل عزيزي المشاهد أن أشرف حكيمي في مباراة واحدة لمس الكرة في 96 مرة، ومن تسديدتين فقط وضع إحداهما في الشباك وقدم تمريرة حاسمة وقام بخمس تمريرات مفتاحية، ناهيك على أنه فاز بسبع ثنائيات من أصل 10. وهذا إن كان يدل على شيء فإنه يدل على أن أشرف حكيمي كان حاضرا دفاعيا وهجوميا، كما تم اختياره نجما للمباراة بتقييم 9.2 متفوقا على ليونيل ميسي. وهذا لا يسعنا إلا الاعتراف بأن فخر المملكة المغربية وبدون عاطفة بأنه أفضل ظهير أيمن في العالم حاليا. وما ينبغي الإشارة إليه هو أن حكيمي منح ثاني تمريرة حاسمة على التوالي بعدما منح أخرى قبل 3 أيام لزميله إيمري أمام نادي مونبولي. وفي هذا الأسبوع فإن تواجده في التشكيلة المثالية سيكون لا محالة. صاحب 24 عاما وصل بعد تمريرته الحاسمة للأسطورة ميسي إلى 31 تمريرة حاسمة في الدوريات الكبرى، 14 منها في الدوري الألماني بقميص بروسيا دورتموند، و8 في الكاتشيو الإيطالي بقميص إنتر ميلانو، و9 في الدوري الفرنسي بقميص باريس سان جيرمان. كما أن براق باريس وصل إلى هدفه الرابع في الدوري الفرنسي وإلى تمريرته الحاسمة الثالثة هذا الموسم. ابتعدت عن أسلوب الرتاء ودخلت في غمار الأرقام والإحصائيات حتى لا يقال لي يا تقرير مفصل، ما هذه إلا عاطفة وما ذلك سوى انتماء، ولهذا من الطبيعي أن تنفخ بنو جلدتك. والآن من حقي أن أفتخر بهذا النجم العالمي. بهذا أوصيكم في كل مباراة كتصف الإنارة في الجهة اليمنى كلما كان براق باريس حاضرا في رقعة الميدان. عموما وبالنظر إلى هذه الأرقام واستنادا إلى هذه الإحصائيات وإلى جمال أهدافه وإلى روعة تمريراته، لا يسعنا إلا أن نقول بأن أشرف حكيمي أفضل ظهير في العالم، ومن يقر العكس أو يحاول مقارنته بغيره فإنه يقارن السيف بالعصا.